دمعت عيني وانا اكتب عنوان الالبوم. من يبقى بعدي بيردد في الفضاء الانثم. اكتب بس مايهم لو تراكي مايتم. بحس ان حلمي اندعس بقدم تايتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهور الراب ومتابعين راب روتس من كل مكان. معاكم اخوكم عزرائيل، واليوم راح نستضيف رابر مميز من قلب العاصمة الجميلة الرياض. حنناقش فيه معاه البوم وحي. معانا الفضائي بلاك بي من جروب الره جانج. حياك الله اخوي بلاك بي ونورت الصفحة بتواجدك. الله يحييك حبيبي، والصفحة منورة بهلها، يعني ما يحتاج. جذور الراب من اقوى المنصات في السين، واتمنى ان شاء الله يكون لقاء كذا خفيف لطيف. طيب مبدئيا ناخذ اسئلة الصفحة ومن ثم بننتقل لاسئلة الجمهور. فندخل في اول سؤال يقول: كم تقريبا استغرق منك البوم وحي؟ البوم وحي يا طويل العمر استغرق مننا بالضبط 6 شهور، من الكتابة إلى صناعة اللحن إلى الهندسة إلى آخر شيء الماستر. كان كل العملية هذه أخذت مننا 6 شهور. طيب هل كان في سبونسر للألبوم؟ والله هن جلسنا صراحة مع أكثر من شركة، أو كلمنا أكثر من شركة برضو على أساس أن نشوف سبونسر، بس يعني بكل صراحة يعني الفكرة المنتشرة عن الراب ما زالت يعني نمطية، صورة نمطية، يعني ما في أحد بيراهن على ألبوم راب في الفترة الحالية. كيف جاتك فكرة وحي؟ والله وحي يعني جت صراحة الأغلب الفكرة جت من أي جي، لأن أذكر كنت أكلمه بعد تراك اللي اسمه تراش، إنه إيش المشروع اللي بعد كواليس، إيش بنسوي يعني. فأي جي كان يقول لي يلا نسوي ألبوم جديد وكذا وكذا، على أساس أن الألبوم أصلا كان 8 تراكات. بعدها كذا مع الوقت أي جي تحمس فحفزني صراحة أني أسوي ألبوم، أن ليش ما نسوي شيء أكبر من كواليس، ليش ما نسوي شيء مرة جبار، مشروع ضخم. فمرة أنا أحب الأشياء هذه صراحة، غير كذا أعتبره تشالنج لي والأي جي برضو. غير كذا يعني كان الاتفاق مرة بدري على الألبوم، يعني أعلننا عنه في نهاية ديسمبر 2018، بس جلسنا تقريبا 6 شهور بس عشان يعني نجهز للألبوم. لسه ما بدينا الشغل، لا كتابة ولا أفكار، يعني كنا بس نرسم آلية الألبوم، كيف بيكون، وين بينزل، متى بينزل تقريبا، مين بيشارك فيه وعلى كذا. إيش أكثر عمل كان متعب بالنسبة لك في الألبوم؟ والله بالنسبة لي ككتابة وكغناء وكصناعة فكرة إسعاف، صراحة إسعاف يعني تعبنا فيه كثير يعني، بس إنه طلع بالشكل اللي نبغاه، لأننا كنا نصنع صورة جوا الأوديو. يعني ككتابة أتكلم، لأن جهة الهندسية هذه كلها واللحن بتركها لأي جي جاوبها، بس ككتابة كنا نحاول نصنع الصورة جوا الصوت، انك تشوف وانت تسمع، بس تسمع تقدر تشوف الفيديو. برفع الميوزك لما اسمع صوت الاذان، اقنع نفسي ما اسمع، عارف اني جبان، في مرطبان ابيع الكذب كاطمئنان، واكون مرائي اكثر بطراء من ورا حسان، اذا تك جوالي انقلب على الوجه الثاني، كذا ابي احترامي ينعكس في قل كلامي، مجموعه من عاداتي السيئه فيني بتنامي، في جزيره اقل من كيلو بكيلو مواجهني تسونامي. أما بالنسبة عاد لهذه أي جي جاوب عليها. أكثر تراك تعبت فيه والله كلهم تعبت فيهم صراحة، خصوصا من ناحية كيف اللحن يعني يناسب فكرة الأغنية أو فايب التراك، بس يعني ما أدري من رأيي أنك تتعب كثير على تراك هذا شيء مو مرة كويس ترى، يعني بالنسبة لي ليه، لأن تحس عرفت كذا شيء غثيث كل شوي بيلك تعدل كذا عرفت. لكن على عكس التراك اللي يعني عادة أنا بالنسبة لي التراك الحلو هو اللي كل شيء فيه متسهل، عرفت كأنه رسالة من فوق كذا، ما تدري تيسير، عرفت كذا ما تدري، تحط كيك من هنا يمشي، تحط سنير يمشي، تحط عليها ملدي عرفت كذا بوم يطلع لك شيء مرة بطل. بس يا تراك معين تعبت عليه ما أذكر شيء معين، لأن صراحة كلهم شغلت عليهم وكلهم أخذوا جهد طبعا، خصوصا من ناحية تلحين وهندسة وهالسوالف. طيب إيش كان أكثر عمل مؤثر فيك؟ أكثر عمل مؤثر فيني ما أظن في تراك بيأثر فيني زي صاحي، تراك صاحي
التراك هذا جدا واقعي في جمل أنا يعني لحظة كتابتها أساسا كنت أوقف شوية، فاهم يعني، أكتب اللاين وأوقف وأقرأ كذا مرة إنه إيش فيه إيش فيه وين بوصل. يعني جد التراك هذا للأمانة يعني في أشياء مدفونة من يمكن قبل الألبوم كواليس حتى، فكنت بحاجة لهذا التراك، كنت أنا أحتاج التراك هذا أكثر من أي أحد، أحتاج أني أطلع وأقول كذا 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 1 2 3 يعني أقرب إلى فضفضة بالصريحة يعني. ربار السنة لكن من غير أي مبروك، لو واحد فيهم ما أخذها كان ذل أبوك، لو هم حبوك كان على الأقل وظفوك، لا فضفوك بس لو متقدسوك، ما شوفوا كل إنسان هالك وطي مقامك، عايش لي هنا دور الناسك بس قلبك حالك، كم جزء تحفظ من قرآنك مثل الأعمالك، قل لي هل زاد الراب إيمانك أو بارك مالك، اعتزل أحسن مكمل يعني المتى، ثالث شتاء وانت باقي في مرحلة بنا، هنا السيطرة ما يرفع صيتك لحدود السماء، فلا تقنيني إنك شاعر لو ما تعادي قرى، طول عمرك فاشل ما راح تنجز أبد، من بين الرابرز اسمك زيادة عدد. طيب هذا سؤال مثير للجدل شوي. ما هو رأيك بالسين السعودي بصورة عامة؟ والله السؤال يعني ما أشوفه مثير للجدل، عادي يعني، اللي ممكن مثير للجدل لو واحد بيجاوب إجابة كاذبة. الصراحة السين السعودي فيه المجتهد وفيه المتردية والنطيحة، أول كل امرئ ما نوعد، كل واحد عاد إيش يبغى يوصل إيش يبغى يروح، ف السين السعودي يعني زي ما قلت فيه أقلام قوية بس يمكن بعض العقول مو بنفس قوة الأقلام اللي تكتف فيها. هل هناك أعمال سيكون لها فيديو كليبات؟ والله أتمنى صراحة، متى ما لقينا مصورين أكيد راح ننتج أعمال، يعني إحنا ودنا أن ننتج شيء برضو يكون إنتاج عالمي بعد، شيء مرة قوي، لكن للأسف يعني زي ما قلت بعض الشركات ماخذة فكرة جدا سلبية، صورة نمطية بحتة عن الراب، فما تبي تدعم ما تبي تستثمر في هذه الأشياء، فاهم أن أنا إيش فايدتي كشركة لو استثمرت في هذا السوق اللي أغلب المستهلكين فيه بيستهلكون نوع غير اللي أنت جالس تقدمه يا بلاك بي، فهمت أنه هو الموضوع جدا معقد، بس احنا شغالين إن شاء الله أنه ننتج ولو بالإمكانيات اللي معنا، أهم شيء أننا ننتج. ما هو انطباعك حول الفيدباك من الجمهور بعد نزول الألبوم؟ والله الفيدباك سطوري صراحة، جمهور الفضائيين جمهور جدا عظيم، احنا أساسا نزلنا الألبوم في اليوتيوب قبل أي منصة ثانية بأسبوع كامل على أساس ناخذ فيدباك، على أساس الناس إيش حبت إيش كرهت، لايك والديسلايك وين، عندنا أخطاء نتعلم منها، في أشياء سويناها صح نستمر نسويها ونحسنها، وغير كذا الجمهور نفسه اللي بتابعنا دائما يخلينا نتحدى انفسنا، يعني لما نسوي تراك نبغى اللي بعده يجي اقوى منه، لما نسوي البوم زي كواليس نبغى وحي يكون اقوى منه، لو نسوي البوم بعد وحي نبغى افضل من كواليس ووحي، على اساس الناس اللي تسمع لنا اصلا تستاهل انها تسمع شيء يكون الافضل فقط. طيب ننتقل للسؤال اللي اشغل الجمهور واشغل السين كامل، هل بلاك بي فعلا حيعتزل؟ فكرة الاعتزال، أوكي. فكرة الاعتزال جت هي أساسا ليش؟ إيش سبب الاعتزال؟ اللي هو أني أنا قاعد أحس أني مهما أنتجت وصنعت تعبت وبنيت قاعد أحس أني واقف في نفس المكان، يعني ما بقادر أتقدم خطوة واحدة قدام، وهذا الشعور جدا سيء انك تشتغل معه او حتى انك تتعايش معه في اي جانب من جوانب الحياة مو بس في الراب، يعني جدا بشع. فانت ايش تقدر تسوي هنا؟ يمكن انا استعجلت اني قلت بعتزل لان كلموني كثير رابرز بعد البوست ومنهم اسماء مرة كبيرة واسماء يعني انا حتى ما بيني وبينها تواصل، وصدمت يعني بسبب قرار شخصي زي كذا، يعني أكيد في شيء، هذا الكم من الناس ما يكلمك إلا إذا في شيء، أصحاب قنوات يوتيوب حسابات إنستا، فكانوا كلهم يعطوني حل واحد صراحة، والحل هذا أنا مرة بدأ يعجبني اللي هو خذ بريك. فأنا صراحة قررت أخذ بريك جدا طويل لحد يعني ما يعني أراجع نفسي فيه،
أشوف إيش الأخطاء، إيش ممكن أسوي، هل البيئة مناسبة أني أرجع للراب ولا برجع بنفس مكاني، يعني أشياء زي كذا. فراح يكون في سينجلز بتنزل عندنا مخزون جدا هائل من الأغاني، فما راح يعني ما راح يتأثر أو تتأثر القناة أو أي إن كان إذا ما يعني إذا طولت في البريك. طيب هل بلازا استمرار للبيف أم رد نهائي؟ لا لا يا خوي، ما بعد الغزو شيء، خلاص الغزو انتهت الليلة هناك بخيرها وشرها. بلازا هذا كان تراك طقطقة، يعني كنا ناقصين تراك 23 تراك، قلت لي يجي عطني ساعة أكتب لك تراك وارسله، وسويت بساعة ورسلت الاي جي أساس يعني 12 على اليسار في الاي و12 على اليمين في البي، شي طلع شكلها حلو بس. لكن حتى الحسد أصبح مرضي، ينتقد أرضي هو ياكل من كل خيرات في بلدي، فاشل كطربي لو سألت قال لك إنه كندي، يظن جنسية بتقوي ضعفه في حبك الميلدي، من بين كبار مجالهم مجالهم إلا باب شفقة، ونتال الراب من عنق استمراري جاري في صدقة، بس جيناتي مقتصرة على الشهرة في بلد أضعاف، الفرق بيننا يوم قالوا لك نحبك بالزاف، ولا فاقد يوم سبيت خويك حكي بلازة، كثر الثلج في الكاسة وصلنا بيته بعكازة، أعطي الخبز خبازة لا تألف وأنا في إجازة، حق الطلب بأصحابه لنغزو اشتغلت في كازة. لو بس حلو، ما الذي ينقص الراب السعودي؟ والله أنا لو أدري إيش ينقص الراب السعودي كملت على حسابي بس ما أدري إيش اللي ناقص، ماني عارف بالضبط الراب وش ناقص عشان يطلع، يعني أنا أحس عنده كل المقومات إنه خلاص الراب السعودي يكون يعني في المكان اللي يستحقها مثلا، بس ما أدري ليش الراب ما يبغى يطلع. ف يعني خلي الناس تجاوب في الكومنتس عن اللي عن السؤال هذا. عندنا هنا سؤال لإمسي كاب، ليش ما نزل بفيرس في قرصنة واكتفى بكورس فقط؟ تراك قرصنة أساسا كان فيه 5 رابرز مفترض، يعني اللي 4 فيرسات وهوك كان بيغني كاب، هنا كان الوضع تمام، الرابرز في رابرز 2 اعتذروا بس في وقت متأخر، يعني بعد فوات الأوان، يعني ما كان يمديني أجبر كاب إنه يكتب فيرس يلا كامل لأنه كان قريب مرة الديدلاين حق الألبوم. لكن إن شاء الله إن شاء الله في عمل في قناة كاب مع كاب، ما أدري متى بينزل بس إن شاء الله. ما يحتاج أبو كاب كأسطورة. بارز هاك ماين جيل بريك فلو السيدية، لو تسعى في الكوميديا أنا تسعى ويكيبيديا، هشياني مالتي ميديا وأنا أنتي سوشيال ميديا، يكفيني إذا كان عندي فوبيا من نورث كوريا، ما كان سهل إني أوقف على ذا الفيو لأن أصحى فيو فبخاطب بس الهاي كيو، برا السرب أقرب رابر حتى ما جا كلوس، يكتب في النوتس لكن ما يعرف السي نوتس، شغل الكازينوز راهن على الأغبى فيهم، هم عليهم يسبونك بس لا تمشي ليهم. طيب السؤال هذا موجه لستيف، هل ممكن نسمع ستيف بهذا الأسلوب اللي تقريبا أول مرة نسمعه عليه، ولا هي مرة وخلاص؟ بكل اختصار أنا رابر إيوة أحب الأولد سكول، ولكن ما عندي مانع إن أنا أرجع أغني بأي ستايل حتى لو نيو سكول، في النهاية كله مدروج تحت اسم الراب، في النهاية كله يعبر عن الراب وأنا رابر، لو ما كنت أنون في الأساليب أو إني أغني بأساليب جديدة معناته اني انا ممكن ضعيف في نقطة محددة، لكن الحمد لله انا قاعد احاول اني ابدع في اي خانة إن كانت خاصة بالرب. بس شكرا. ما خشيت في جو الدسات ملعول نفسي، ما غلط على أحد إلا لما صدق حدسي، ماني قاعد أنغز أحد بصريح العبارة، أملك أوزن مستعد بيها أقوم حضارة، مهارة لغوية واليابة ليها يدشن، أنا اللي أحدد متى الكتو متى يكون الأكشن دي. طيب الناين مؤخرا لاحظنا أنه يميل للأغاني الحزينة ونزل أغنية يتكلم فيها عن الموسيقى ويقول أنه مكتفي فيها تقريبا، هل هذه لأشياء جالس يعيشها أو مجرد أفكار ينقلها للمستمعين؟ السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ إن شاء الله كلكم بخير، كلكم طيبين يا رب، نمسي على الجميع ونصبح على الجميع من جميع أنحاء العالم، مستمعين ومستمعات، نخش لكم في الزبد على طول. السؤال يقول لك ليش أغلب أغانيك الفترة الأخيرة حزينة؟ سؤال حلو، شوف أنا أتفق معاك، الفترة الأخيرة تقريبا 60% تقدر تقول رايقة مو حزينة، كلها كانت رايقة، في الحزين وفي الرايق وفي كان أشياء ثانية، كان في أشياء صاخبة، كان في تنويع بسيط. باختصار أنا إنسان زي زيك متقلب،
ما أعيش حياتي كلها بمود واحد، فترات تمر علي كويسة، فترات مو كويسة، فترات سادة، فترات ما أدري إيش تبى. فأكيد إنك حتشوف فيه تنويع، وأنا إنسان أصلاً ما أحب أحصر نفسي في خانة واحدة، فما يعني لا تشيلها من الناحية هذه، دائما راح تلاقيني متنوع متجدد، فاهم؟ ما راح تلقاني بس في شيء واحد ماسك فيه خط على طول. هل الشيء اللي أنا أقوله كله يمثلني؟ أغلب اللي أقوله طبعا أكيد يمثلني، أغلب اللي أقوله يعني، بس مو كل شيء. في أشياء ممكن تكون تمثلك أنت، يعني أنا أكون عارف هذا الشخص إيش يفكر إيش حاس فيه، بس هو مو قادر يطلع الشيء هذا، مو قادر إنه يجيب كلمات يركبها مع بعض يكون فيها جملة توصف الشيء اللي هو عايشه، فاهم؟ أنا ممكن إن بما إني أنا فاهمه وأنا رابر، فممكن إن أنا أسوي الشيء هذا، فهو يوم يسمع التراك يحس نفسه في التراك، فاهم؟ يحس نفسه في يحس إنه في شخص قاعد يتكلم بداله، يتكلم بلسانه، فيصير الأشياء دي على جو، عرفت؟ فأنا أشوف هذا هو الفن يعني، وهذا الشيء اللي أنا أحاول أقدمه، أقدم شيء لي ولك كمستمع، ما أقدم شيء لي بس أنا وأكون ماني معطي المستمع تقديره ولا أي شيء، ولا معطيه قيمة، ولا أقدم شيء بس للمستمع وما أكون معطي نفسي أنا قيمة ولا كأنه لي هوية، لا، شيء لي ولك، شيء يمثلني ويمثلك، شيء أنا استمتع فيه وأنت تستمتع فيه. أنا أكيد إني ما راح أقدر أرضي كل الناس، ولا إني راح أقدر أسوي اللي على هو كل الناس، لكن صدقني أنا يعني أسوي اللي أقدر عليه وأعطي اللي عندي والباقي على الله، هي كده أمور تمشي. بس صغنت معزوفة، أي نعم، أنا مكتفي بالموسيقى، مش اكتفاء إنه it's done خلاص سويت اللي علي وقفت، لا، مكتفي إنه هذا شيء أنا مكتفي فيه في حياتي، وشيء طالما إنه موجود فأنا مستمتع وراح أنتج أعمال لين إن شاء الله أنجح وأوصل المكان اللي أنا أبغى أوصل له بالشيء اللي أنا أحبه، بفني، بالميوزك اللي أنا قاعد أقدمه، اللي أنا أصلا مستمتع فيه وأنا أشوف نفسي فيه. هذا المقصد بالاكتفاء، مو الاكتفاء إن أنا خلاص ما عاد بسوي، لا، إن الاكتفاء بالوجود، لكن أنا أكيد راح أشتغل لأني أنا مبسوط في الشيء هذا. وبس، يعطيكم العافية على الاستماع، شكرا لكم، أشوفكم على خير، ويلا بيس أوت، مع السلامة. خطوط الشارع تمحي مع السنين، الوقت تتقدم بس البشر معادين، نفس الألوان نفس الحياة نفس الروتين، نفس الأخطاء نفس الحلول، في نفس الدائرة دائرين، شفت تناقض هادم قانون التعبير، منكوب واعي مرتاح تحت التخدير، غني ماد يد والمعطي فقير، حياة غريبة لكن كله ماشي بتدابير. طيب، ناخذ آخر سؤال موجه للإيزي، مين كان يقصد في تراك ياكوزا؟ والله ما أعتقد صراحة أن لليزي بيتكلم عن أحد معين، أظن أنه بيتكلم عن فئة من الناس، يعني الهيترز زي ما يقولون. فغير عن هذا التراك متسجل قبل فترة أصلا، يعني قبل فترة طويلة. عند الفلو كأنه بلا، أنا وبي كلابو من الفضة، هاتم سي في السي كلي صدى، وأنا سي إم سي ميدو بيرا، وأما سبيع الليرا ذابحتهم غيرة، ما عندهم غير سيرة، بيدي إني أنهيهم وبصر فيهم مسيرة، أصير كيرا لو صير كيرا، معرف مصيرة، وقت تعالوا سيرة لا تحس بحيرة، شوف غير ثيرة مبغى قابلو مدري جابو، يدروني ذهب برضو عابو، قامي تلعتا مدري صابو، يحسبني انجل شاف ديابلو، غيرت الاندستريال جمت اثرت الهمت، والباقين بس 1-2-3 ارضيين، وجاكم بفلو من المشتري، تسأل مين الافضل ما حيكون مستري، الفرق اللي بينه وبينكم اني سابقكم، اني انا مركز على شغلي 100%، بس انتو انا همكم واللي شغلكم عشان ازيد من غبناتكم، I'm gonna dance. طيب، ننتقل لأسئلة الجمهور. ناخذ اول سؤال من ماجد التركي، ايش اكثر اغنية تحبها بالالبوم؟ والله بالألبوم صراحة أحب أغاني كثير كثير كثير، يعني أسمعها بشكل يومي، ناسا، حمرابي، أثينا، غروب، ياكوزا، أغاني يعني حسب مودي، لوفاي، بس كثير يعني كثير صراحة بسمع أغاني كثير، أنا بنفسي بسمع أغاني كثير من الألبوم. السؤال الثاني تقريبا من هيزي 81، وش قصة تراك إسعاف، أو من وين جالك الوحي؟ قصة تراك إسعاف هي قصة يمكن أغلب الناس عايشتها، يمكن قلت إن تكون مقصر في أشياء معينة، تكون لاهي في أشياء كثير قاعد تعدي، وأنت لاهي تأجل أشياء كثير. فهو تراك إسعاف موجه إنه يكون نداء يقظة كذا، إنه شيء صحيك،
إن لا تنتظر اللحظة الأخيرة لأنك ما تدري ممكن في أي لحظة تجي. ف يعني أتمنى أن التراك يؤدي هدفه صراحة لأنه شيء واقعي، يعني في كثير يمكن زي كذا بس ما حد عند الجرأة يتكلم فيه، لكن أنا تكلمت. رايح رجعني لحظة الورا، الدنيا من آخرة رجعني ركعة صلاة كل ما كنت آخرة، اسمح لي بآخر زكاة ولا سجدة تويتر بها، أمحي من يسار الخطأ أكسب نحو المسجد خطة، راحت فرصي قولوا له ختاب إذا جاء معرف وجهتي كثروا دعاء في الصلاة. سؤال من أوزي سيكس، هل كل القصص اللي بالألبوم صارت لك؟ والله فيه وفيه، يعني ما أقدر أقول لك كل القصص صارت، يعني يمكن الألبوم كله فعلا صاير معي عدا نهر وأثينا اللي هي أصلا قصص تخيلية يعني خيال شاعر، لكن باقي الألبوم يعني زي ناسا مثلا ما لها موضوع معين، تراك ما لها موضوع معين، بس تسجل في لحظة أني أنا أبغى لما تسمعها تكون مبسوط، تسجل لهذه الغاية في اللحظة اللي أنا سجلتها كنت مبسوط، فهذا اللي نعكس في التراك كذا، أبغى شيء كذا يغير جوك ما يخليك مرة مبتهج بس إنه يحسن من مودك. عيش فري عيش فري ولا تفترض حتى لو الكل اعترض، املك نفسك لا تكترث ابعد عنهم لا تنقرض، دايم تلتفت الورا وقفتك عثرة احترى، باعك في الطيحة واشترى صاحب بس يكبر سيطرة، ما بي أنا شي زي تمشي بترندك وتقلد أي حي، ما بيانا شي زي عافي عن ظلمك وأرضي لا رأي. ففي تراكات كثير كذا مبنية على ذي الصيغة، إن حسب حالتك المزاجية كيف. سؤال من ليل 69H، هل تراك سكون من كواليس له علاقة بنهر، وهل قصة نهر شي صار لك؟ هو ما له علاقة يعني بشكل مباشر، بس إنه يمكن الأشياء المشتركة أن تسجل بنفس الجو ونفس الإحساس ونفس الفكرة نفس الزون اللي كنت فيه في سكون، سجلت نهر وأنا فيه في نفس المكان هذا. أما للقصة نفسها لا ما صارت لي، أنا يعني سويت تراك كذا من خيال، يعني حبيت كذا أسبح شوية بعيد وأسوي شيء برا الكومفورت زون حقي. سوي نفسك ما لمحت ما سمعت ما اهتميت ما دريت حتى ما انتبهت، مني خذت كل ما صنعت وما اعتقت، ما لأجلك أنا الحد ثم اعتنقت، بعثرتني وأنا عمري ما اجتمعت، هلكتني وأنا يومي ما استهلكت. سؤال من فراكوف 9، أشكرك على الألبوم، وإذا كان لك فرصة تنزل ألبوم ثاني إيش بتسميه؟ أول شيء هذا أبسط واجب علينا كميوزيشنز أننا نقدم ميوزك للناس اللي تسمع، اللي تحب تسمع لازم باستمرار يسمعون، مو يطولون على تراك معين فترة. ثاني شيء لو في ألبوم ثالث، لو في ألبوم ثالث تحتها 40 خط ممكن خلي الجمهور يختار الاسم، يعني اخترنا واحد واخترنا كواليس دائما نخلي الثالثة للجمهور، هذا إن شاء الله لو في ألبوم. طيب عندنا هنا سؤالين من ميدو مدني، يقول في السؤال الأول هل في فيديو كليب قريبا ونتمنى يكون لتراك إسعاف أو تراك كيماوي، والسؤال الثاني يقول مين غنى الكورس في تراك نهر. بالنسبة للسؤال الأول اللي كيماوي وإسعاف تراكين اللي انقالت، التراكين هذه مرت بنفس المراحل اللي صنعت فيها بالضبط، سوينا تراك جدا جبار على اساس انه بيتصور مع كذا شركه، كلهم اهتموا بالفكره بعدين كلهم سحبوا، انا شافوا انه استثمار ضعيف في الراب، ما يبغون ما حد يبغى يستثمر في الراب حرفيا. كيماوي وسعف نفس الشيء، جلست هنا مع شركات وجلست هناك مع شركات قبل لا ينزل الالبوم باربع شهور ثلاث شهور، اسعاف بالذات كانت متسجلة يمكن يعني يمكن أول الأعمال في الألبوم اللي جهزت على أساس بس نشوف لا سبونسر أو شيء أحد يقدر يصورها، لكن أتمنى يكون في تصوير تراكات ثانية لأنها بتكون أسهل علينا،
بالنسبة للنهر، أنا كنت أدور في اليوتيوب ولقيت واحدة تغني في الواتساب مقطع جدا مشهور عليه فيوز كثيرة، مرة عجبني المقطع، فقلت لأي جي أبغى أسمبل المقطع هذا نحول اللحن. أي جي في نفس المكالمة صنع لي اللحن في ساعة، أخذ سامبل درامز بلا 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 وسوينا اللحن كامل. نسبة لنفس البنت أنا ما كنت أعرف حسابها، وصلني حسابها قبل فترة، تواصلت معها على الدايركت، إن شاء الله ترد، لما ترد راح أعلن عن حسابها يعني. طيب ناخذ سؤال من يوفي 97، بلازا هل هي بمثابة تراك أخير؟ لا طبعا، عندي تراكات كثيرة سينجلز جاهزة، في تراكات ما وصلت للألبوم لأنه خلاص يعني 24 تراك، ما أدري لوين كنا بنوصل، بس في سينجلز كثير، في سينجلز راح تنزل على 2020، في أعمال برا القناة مشتركة مع رابرز كثير، ما أدري متى بينزلونها، بس يعني في شغل لسه، لي أعمال راح تنزل في 2020 وأنا جالس حط رجل على رجل. وناخذ سؤال من ماهر سنوب، إيش مصدر إلهامك الأكبر؟ مصدر إلهامي الأكبر هو الناس اللي تسمع لي، الناس اللي تحب تسمع موسيقى الفضائيين، الناس اللي بتشاركني قصص، بتشاركني حالاتها النفسية، بتكلمني بالدايركت رسائل كثير، يعني كل شيء نسويه عشان الناس أساسا، فهم مصدر الإلهام الأول. أيوة أوكي أوكي، ناخد سؤال من هو إس أي. أوكي. ليش جارك أعطالك بلوك يوم درى إنك رابر؟ نتباك شوف من حقيقي فيهم، أمسك ميوزك بنادي النوتة تعالي هادي، أفصل في ميوزك جبالي تطفو داخل مداري، ولا حتى داري كم صاري وأنا ناسي اسمي حجي، أنا حتى جاري صار داري إني رابر فبلكني، أسلوب مجلتش قرصنا يوم جوني ديد، ما بيفهم الصدر لو قابلو في وسط سيد. اسمع الناس، في ناس يعني ما أخذ فكرة زي ما قلت عن الراب جدا سيئة، خلك من الناس اللي ما تاخذ الا السب والشتم، في ناس انه يو هذا تقليد للغربي وهذا تشبه باليهودي وبلا بلا، ففي ناس عقليتهم يعني عايشين في العصر الحجري، جاري واحد من الناس ذولي فلينستون. طيب ناخذ سؤال من اكس فيتو، ايش كانت طقوسك لما كتبت اسعاف لان الاغنيه تخش القلب بسرعه؟ والله إسعاف ما كان فيها طقوس، أنا زي ما قلت كل تراك تسجل في فترة معينة كان يعكس شيء معين مر فيه، فإذا أنا مريت في هذا الشيء أنا تغيري مر فيه، بس الفرق بيني وبين غيري أني أنا بقدر أتكلم عني وبالنيابة عنه، يعني بقدر أني أبين الشيء هذا، بقدر أسولف فيه، إذا أحد ما عنده الجرأة يقوله أنا أقدر أقوله، فهم أنه ممكن زي ما قلت يكون نداء يقظة. طيب ناخذ سؤال من جياد جداية أو جياد جداية، إيش رسالتك في ألبوم وحي؟ وحي فيه رسائل كثير، أهمها وأولها أن أنت مو لحالك، هذه نظرية لازم تمشي في الألبوم كامل، أنت مو لحالك، إذا أنت تمر في ظروف فحنا معك، في تراكات معك، في أحد قد مر نفس الظروف وطلع منها، وزي ما طلع هو منها أنت راح تطلع منها، هذا أول رسالة وأهم رسالة، أنه دائما معك، دائما معك في ناس. رسالة الثانية هي للرابرز، أنه أنا يعني طموحي صراحة أشوف أن الراب السعودي دائما في القمة والراب العربي بشكل عام، بس أنه يعني مثلا يكون سنة 2020 نهايتها فيها 6-7 رابرز منزلين ألبومات، فودي ان الرابرز يتشجعون وينزلون البومات، حتى لو الفكره مثلا ان يو لازم تنزل تراك كل اسبوعين او 3 أسابيع عشان الالبوم ياخذ حقه، هذا اسمه مو البوم صراحه، لان يعني الالبوم يكون جاهز كامل كمحتوى وينزل دفعه واحده باسم واحد بكونسبت واحد بفكره واحده ويمشي الالبوم، في تنوع في كل شيء، بس لازم يكون عندك كونسبت تعكسه، انت كيف تنزل تراك كل اسبوعين او كل 3؟ الكونسبت حق الالبوم وينه؟ يعني انا بجلس اسمع تراكها 3 أسابيع، لو سواها فيني دريك ولا جي كول ولا كندريك كنت بزعل عليه، يعني كمان ما انا بيج فان لك، فهمت تعطيني تراك كل اسبوعين 3؟ لا، انا قلت لي البوم عطني دفعة واحدة، خلني اضيع بين التراكات، فانا ابغى الرابر صراحة يتشجعون نوصل لهذه المرحلة انه يكون في 6-7 البومز اخر السنة وكل سنة،
بيكون في تنافس كذا صحي بين الرابرز، ويكون كله يصب في مصلحة الراب أصلا. طيب، وسؤال من سال 206، إيش توجهك بعد الاعتزال؟ طبعا زي ما قلت يعني أنا مرة تراجعت عن فكرة الاعتزال، بس مع البريك الطويل يعني، فتوجهي في البريك الطويل زي ما قلت برضو أني راح أراجع نفسي، راح أشوف إيش أخطائي، إيش أشياء الصح اللي سويتها، هل ممكن أرجع أقدم شيء أكثر من اللي قدمته، هل ممكن أصنع شيء يغير من مكاني اللي أنا واقف فيه، هل يعني بيكون كذا جلسة مع الذات يعني مع الضمير كذا أشوف إيش ممكن يطلع معي. إن شاء الله يعني ممكن أكون محتاج البريك هذا لدرجة أنا ما متوقعها، فممكن يغير من أشياء كثير فيني. ماك يقول في سؤاله، أغنية كابيتال مين المقصود فيها؟ كابيتال تراك مو مقصود فيه أحد صراحة، هو تراك مصنوع أن أنا أمثل الرياض السعودية وأدم اليوم بيمثل الإمارات بالكابيتال والكويت عن طريق تريل برضو بالكابيتال، فهو فكرة التراك كابيتال يعني كابيتال سيتي، مو أنه شيء يعني تراك استعراضي عادي. جبل اللي قال إنه بنا، جبل لو طال نعرضه، جبل لو شفا مرضى طببه، لو علن هبطه، لو طغى روضه، سوى 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 بزي لما جاله مزن حنا، سوى قوي لما جاله واوي سرى، لاحظ ان منع جاله البيكو جرى، شافه كذا الوضع جاله البلا افترى، خلى لو جانا لقنا ما دام بيتابع كل ما نزل لنا، قلنا لو زادها ندفنا ما دامنا حتى نظر العاصمه لنا. وناخذ اخر سؤال، علي البلوشي يقول كم المده اللي استغرقتها في الالبوم بشكل كامل؟ المدة يا طول عمر المدة تقريبا كانت 6 شهور أو أقل يعني، في تركات أخذت 2 أسبوع، في تركات أخذت كام يوم، كان على حسب نوع تراك عربت يعني، تقدر تقول بمعدل تراك الأسبوع يا تراك الأسبوع تقريبا. طبعا هذا من ناحية تجربة الحين، بس الهندسة يمكن أخذت وقت أطول شوي، أخذت حوالي 1 شهر يمكن، بس يعني أنا مرة جدا فخور باللي سويناه صراحة في وقت مرة يعني حس إنجاز الحمد لله. في الختام نشكر أخونا بلاك بي، نشكر جروب الراه جانج وجميع الرابرز المشاركين في وحي، ونشكر أكيد راب روتس لأنه بيعمل على هذه المشاريع وبيتيح هذه الفرص. والسلام عليكم، كان معاكم أخوكم عزرائيل. All eyes on me like a motorbike. All black flow متبعك متبهاك، تبي جو gang gang على full attack، لو attack jack jet lag no tag، خذ album يكفي في تبكي في تكتفي، خلطتي ذي في وحي، خذ anthem توقف في تنتشي، mp3 تسافر في في ترتوي، high vibe ولا low vibe trap، highlight ولا cruise night rap، تراكات إلا جات فان إذا tap، اي beat فات لني فيه no cap، ما نبي نضيف اي كوميدي.